guard in your seat pocket explains the safety features of this airplane, including the location and operation of exits and flotation devices. But of course, don't hesitate to...
كويسة وصلنا مطار عمان. هو عمان بابا أردن؟ بس هاي الوراية الشاشة بتحدد لي البوابة مال الرحلة لإسطنبول الجيت، بس لحد الآن ما طالعة. بعد إيش قد يلا تطلع؟ 3 ساعات 4، لأن إحنا لازم ننتظر هنا 6 ساعات. إيه فخلي نروح نشرب قهوة، لأن القهوة بالطيارة 0. نسوي لكم ابديت تحديث، بعدنا بالمطار مال الاردن، المطار اسمه ملكة عليا، وقاعدين ننتظر بقالنا 4 ساعات يلا تطير الطيارة. انتظرنا 3 ساعات ونص، الساعة 6:30 تقريبا راح تصير. بس شوف المطار ورايا، جيت انتظرت هنا لان الجيت لحد الان ما مبين عندنا، او ساعتين يلا يبين. هنا عندهم الجيت يعني يتاخر يلا يطلع الشاشة، مو مثل هناك بنيويورك انه رأسا مباشرة الجيت موجود بالتيكت، بس هنا لا، لازم تنتظر شو وقت يفرغ الجيت حتى تجي الطيارة ونروح بيها. المهم شونك؟ زين زين الحمد لله. شوي عمر تعبان من الطيارة الأولى، بعد ترجع. وهسه طبعا طلع الجيت مالتنا 106 البوابة، وراح ناخذها من هناية. طبعا همين عندنا ديلاي، همين تأخير 1:20، يعني هي كانت 10:20 تطلع بالليل، هسه 11:20، فمن هناية البوابة كاتبين من 104 ل 132، وراح ناخذها من هناية. اي فنفس ما قلت لكم، هسه احنا طالعين على الجيت مالتنا 106، بس الجو هنا كلش حار، مو مثل نيويورك، نيويورك باردة، فاني لابسة هاي شوي هنا. ما شاء الله الزحام هنا، وعندي الجنطة مشكلة انكسرت مالتها التاير، فاني هسه دا اسحبها سحب، هي تمشي وياي فمالتها انكسر بالمطار. المهم الحمد لله، فهسه رايحين للبوابة. طبعا راح نروح هناك للبوابة، بس راح ننتظر هناك تقريبا 2-3 ساعات. فهسه راح نتجه من هناي، مكتوب 104 ل 132، وهاي هنا اكو اسواق حره، يعني ما شاء الله سرع عليها يشترون شغلات. هسه راح تطلع الطيارة الساعة 11:55، وهسه الساعة 16:34، احنا منتظرين بالسرعة عن ما يفوتون. بس كلش والله تعبة، صار لنا من البارحة لليوم شقد 24 ساعة. كم طيارة جاي من نيويورك؟ ان شاء الله هناك باسطنبول هم يصور لكم. شكرا، وصلنا اسطنبول بسلامة. مدة الطيران صار عندنا من الأردن لإسطنبول 2:40، وهسه راح نروح ننتظر، لأن أخرت شوية السيارة، صار عندنا ديلاي هواية بالطيران، فأخرت السيارة أستلمها الساعة 6:00، فهسه الساعة 2:30 تقريبا، فننتظر شوية بالمطار حتى أروح أستلمها للسيارة، وبعدين أطلع على اسطنبول، تبدأ رحلتي باسطنبول، بعدين افتر المحافظات ان شاء الله. هسه خلصوا لكم المطار من قدام، كلش حلو. طبعا انا جايه قبل هالمره من رحت للعراق ورحت للسعوديه، كان عندنا ترانزيت هنايا بهذا المطار، كلش حلو ونظيف صراحه. هسه
خل اشوفكم اياه. شوفوا ما شاء الله ايش قد نظيف، واحد من احلى المطارات الصراحة. لين مبني جديد وهسه طبعا احنا طلعنا وكملنا كل شيء، بس بقى ناخذ السيارة ننتظرها. السيارة ناخذها الساعة 6 نفس ما قلت لكم، بعد ساعتين تقريبا. فهسه قاعدين هنا قاعد ننتظر. شلونك عمر؟ الحمد لله. احوالك؟ احوالك؟ اخبارك؟ تعبان؟ طبعا عمر بالطيارة صارت معك توجعة بسبب الاكل، لان بهارات هواية ما متعلم على هذا الاكل. مو هسه احسن؟ من عطيتك العب دواء؟ اي فطيته دواء اخذهن وهسه شوي صار احسن. المطار فارغ بهيج وقت، بس انا اقول لكم الصبح يصير هوايه، فاحنا جاي ننتظر هنايا واسوي لكم تحذيرات. وهسه وصلت للجراج، اخذت الاجار السياره، اخذت فورد 2024 هم يعني كالعادة، وين ما اروح اخذ فورد لان انا كلش متعلم عليها، بس بعد عذاب طويل الجراج كلش بعيد. المهم فهسه خلاص اقول لكم اياها من قدام. واكو هواي بروسيسنج، يعني من تاخذون الاجار هنا بتركيا مو مثل امريكا، كلش صعبه، واللي ما يعرف يتعامل وياهم يغشوا صراحه. راد ياخذ من عندي 1600 دولار وهي كانت 1300 دولار، ويريد ياخذ ديبازيت 300 دولار بس انا ما خليته ياخذ، ويريد همنا ياخذ شو يسمونه هذا انشورنس 500 دولار، بس هي بيها اصلا اوريدي يعني من حجزتها انشورنس، بيسك انشورنس ما يحتاج انشورنس يعني فول كفرج. بس الصراحة هنا يا السياقة مالتهم بعد نهستونا بالجراج ما شاء الله عليهم كلش مزعجين. المهم خلاص أقولكم إياها، وبعدين إن شاء الله أحكي لكم بالتفاصيل على الأجار السيارة اللي بتركيا. هاي هي شكلها، بس صراحة كلش تعب، صارنا يومين ونص بالطريق وأخيرا هسه وصلنا. خلاص أشوفكم إياها هواي حجت. شوفوا هاي بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نفس سيارتي تقريبا شوية غير شكل. هسه هيج بس ان شاء الله راح نتوكل.